صباح الخير عليكم وصباح الأطفال الحلوين. وعشان عيون أطفالنا ما تذوق الهزيمة نحن لازم نكون جنبهم، وعشان الأطفال اللي احنا شايفينهم في الشوارع وهم في أعمار صغيرة جدا بيبيعوا أشياء بسيطة عشان ما يسترزقوا منها وبيخلوا المدارس، وعشان الأطفال اللي ما عندهم مأوى نحن بنلقاهم في الطرقات، وعشان الأطفال فاقدي السند، وعشان قانون الطفل اللي دعم المخصوص ليهم عايزين نعرف حق الطفل وحق الأطفال ده علينا، وشنو نحن كمجتمع هنقدمه للأطفال، وشنو من المبادرات اللي ممكن تهتم لينا بالشريحة المهمة اللي هم حيكبروا وحيبقوا ثمرة ونواة السودان والسودانيين. خلوني أستضيف الآن واحدة من المنظمات الطوعية، ولما نقول كلمة طوعية يبقى هي غير ربحية، هي لوجه الله تعالى كل زول بيقدم فيها حاجة معينة، وكل زول بيكون حريص أنه يقدم عشان ديل أطفال. أهلا وسهلا بك أستاذتنا اليوم أستاذة إنعام محمد الطيب، المدير التنفيذي لمنظمة إعلاميون من أجل الأطفال. صباح الخير عليك. أهلا، صباحكم نور، وكل سنة وإنتوا طيبين، وسعيدة بالاستضافة اليوم. نحن سعيدين وعايزين من خلالك أستاذ إنعام نعرف أكثر عن منظمة إعلاميون من أجل الأطفال. بدايتكم كانت من 2002، الآن 2023، كيف كانت البداية لحد ما وصلتوا للمرحلة دي؟ نعم، أولا جمعية إعلاميون من أجل الأطفال هي جمعية طوعية إنسانية نشأت بأهداف محددة. نعم. يعني إحنا محددين أهداف الجمعية دي مما نشأت، وعندها دستور وعندها قانون وعندها نعم. الجمعية من أهدافها مناصرة قضايا الأطفال عبر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي. جميل. إضافة لأنها بتعمل من أجل يعني بنضع يدنا على كل الانتهاكات الممكن يتعرضوا لها الأطفال. طيب. سواء كان عنف داخل المؤسسات التعليمية، عنف في الشارع، حتى داخل الأسرة أحيانا. نعم. حقيقي يعني يمكن الجمعية من أهدافها أيضا إنه تكون عندها شراكات مع كل المنظمات المهتمة بالأطفال، باعتبار إنه الناس لما تعمل في شكل شبكات وفي شكل شراكات بتقدر تنتج أكثر أو بتقدر تقدم حاجات كثيرة للأطفال. خلينا نشوف أستاذ إنعام ذات واحدة من أهدافكم، منو من الأطفال اللي أنتم مستهدفينهم؟ منو من الشرائح بتاعت الأطفال اللي أنتم حارسين إنكم تقدموا لها الخدمة دي؟ طيب، نحن بنستهدف كل الأطفال باعتبار إنه نحن بندافع عن حقوق الأطفال، ودايرين نثبت انه الاطفال ديل عندهم حقوق مفروض يتحصلوا عليها، حقوقهم في الصحه، حقوقهم في التعليم، حقوقهم في المشاركه، حقوقهم في الحياه الكريمه. صحيح. يعني لابد من انه تتوفر لهم بيئه محدده، مثلا حتى داخل المؤسسات التعليميه، داخل المنزل، ولابد من انه يجدوا الاهتمام الكافي، لانهم هم في فتره محتاجين فيها لدعم الاخرين، ومحتاجين فيها لانه نوفر لهم البيئه المطلوبه. جميل. وده كله بينتج من وين؟ من خلال الحقوق دي بنجدها موجودة في قوانين وفي اتفاقيات وفي بروتوكولات وفي قانون الطفل السوداني، دي كلها موقع عليها السودان، اللي هي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ميثاق الطفل الأفريقي، البروتوكولات المختلفة. نعم. دي كلها بتتضمن مواد بتنص على أنه في حقوق محددة مفروض الأطفال يتمتعوا بها، حقهم في الحياة الكريمة. جميل. الأكل، المشرب، النمو، حقهم في المشاركة. واحدة من حقهم في الحياة الكريمة زي ما ذكرتي أستاذة إنعام التعليم. نعم. التعليم حق للجميع. لما نلقى واحد من الأطفال أو بنلقى عدد من الأطفال اللي هم في الطرقات وفي الشوارع. نعم. بيبيعوا المناديل والحلويات وبتلقي في نفس الوقت الأطفال في المدارس. نعم. وديل هنا واقفين في الطرقات. نعم. ديل بتشمليهم معاكم؟ أكيد أكيد، لأنه ديل فئة معروفة بالأطفال في وضعية الشارع، وديل مهم جدا، نحن بالنسبة لنا شريحة مهمة جدا جدا، ويمكن أستي من الحاجات اللي نحن شغالين فيها عمل مسح أو دراسة بالتعاون مع منظمة إقليمية اللي هو المجلس العربي للطفولة والتنمية. نعم. على أساس إنه يحصل مسح لكل الأطفال هم في وضعية الشارع، عشان نعرف الظروف اللي دفعت بهم إنه يجوا الشارع، ومنهم منو ممكن يرجع المدرسة، ومنهم منو ممكن يشتغل أو يتعلم. أيوة. مهنة تكفيه شر إنه يكون يسأل في الشارع أو يشتغل في مهن قد تكون ضارة بالنسبة له نفسيا وجسديا، وهو في سن صغيرة يعني مفروض يكون في مقاعد الدراسة. صحيح. لكن تكون الظروف دفعت به للشارع، فنحن الآن شقالين في المسألة دي على أساس إنه نحدد الأطفال دي اللي يجوا الشارع وشنو وين أسرهم وين أهلهم وحق الدولة عليهم. الدراسة بتكون اجتماعية، اللي هو نحن بنعرف أهلهم وين ليهم جو الشارع، لأنه نحن قاعدين تصلوا لحاجات بتصلوا لنتائج معينة. أكيد نحن من خلال متابعتنا عرفنا أنه الأطفال ديل أحيانا هم اللي بيعولوا أسرهم، يعني للأسف أسرهم بتعتمد عليهم، قد يكون الأب متوفي، الأم مريضة،
في اخوان تانيين الداير يقرا الداير كده، فبيضطر واحد فيهم او اثنين يضحوا ويدفعوا بيه للسوق يعني. صحيح. اي لكن احنا يمكن عندنا تجربه كانت كويسه مع اطفال الدرداقات اللي هون اللي بيشتغلوا في الدرداقات. يا سلام. مع محليه بحري يعني عمل مسح للاطفال ديل. أه. النتائج بتاعت المسح مع محليه بحري اثبتت انه الاطفال ديل كلهم عندهم ظروف اجتماعيه. لا حول الله. وكلهم الاسر بتعتمد عليهم اعتماد كامل في المساله بتاعت انها تعيشه. لا حول الله. فادعم لهم نظام بتاع انه يرجعوا المدارس اللي هون الناس اللي في سن المدرسه. ومنو طيب حيقول لك منو حيعول الاسره؟ السؤال طوالي بيقول لك ما ده السؤال. الناس قسموا اليوم بتاع الطفل ده. أه. من الصباح لحد الساعه 12 هو بكون شغال في الدرداقه بتاعته دي. لكن الدرداقه بتاعته دي زمان كان بيملكها له زول في النص يعني او سمسار بياخذ منه، لكن الان بقت تملكها له الحكومه ذات اللي او محليه. تبقى هي حقتك. ايوه. تشتغل في الزمن لما اللي بيريحك. تبقى هي حقتك دخلها اللي بيرجع عليها بيرجع للاسره. صحيح. فعشان كده انت الطفل ده من الصباح للساعه 12 بيكون شغال، بعد الساعه 12 بيلبس لبسه بتاع المدرسه وبيشيل شنطته وعملوا لهم فصول وصنفوهم. يا سلام. في الاولى في ثانيه في ثالثه في بحر ذاته في السوق المركزي. يا سلام. وبيجوا بيقروا الان بيتفوقوا وبيمتحنوا. يا سلام. فنحن هدفنا انه التجربه دي تتعمم لكل الولايه وتصل ولايات اخرى من ولايات السودان، عشان نحن نشوف ونخلي المشاهد هو كمان نصطحبه معانا. انتوا اقمتوا ورش واقمتوا اشياء كثيره جدا من اجل الطفل وعملتوا فيديوهات مختلفه، خلينا نحن والمشاهد نشاهد من خلال الكنترول الماده للاطفال ولمنظمه اعلاميون من اجل الاطفال. شكرا قطار الزهور، وشكرا للقطات الجميله والفيديو المعبر للاطفال وضعهم الطبيعي في انهم يرسموا يدرسوا ويمشوا المدارس. استاذه انعام محمد الطيب المديره التنفيذي لمنظمه اعلاميون من اجل الاطفال، اهلا بك وانت معنا الان عبر صباح الشروق، ونحن بنتواصل في مسيرتنا للمنظمه. دارينا نشوف ذات مسيره المنظمه، عندكم مكاتب، موقعكم وين؟ نعم. كيف نعم. بتجيكم ذات الشكاوى او نعم. بيجوا الناس عشان ما يستنجدوا بكم؟ نعم حقيقي نحن زي ما قلت لك يمكن شغالين مع الاطفال كلهم، وبنناضل وبنكافح وناشطين في المجال بتاع انه نديهم حقوقهم. نعم. اللي هي الحقوق دي اصلا موقع عليها السودان الاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل، وفي ميثاق الطفل الافريقي ده برضه من الاشياء اللي احنا بنستند عليها، في قانون الطفل السوداني. صحيح. دي كلها بتنص داخلها على او بتشتمل على مواد بتنص على انه الطفل ده لابد من انه عنده حقوق اساسيه يتمتع بها. نعم. الحقوق الاساسيه دي وردت في كل الحاجات دي اللي هي منها حق الطفل في الصحه، حقه في التعليم، حقه في المشاركه، حقه في كل الحاجات اللي بتليهم. نعم. نحن كإعلاميون من أجل الأطفال عندنا شراكة أول حاجة مع عدد من الجهات، جهات رسمية وجهات بتاعت مجتمع مدني ومنظمات إقليمية ومنظمات دولية. لابد من الشراكات عشان دعمك كبير ومجهود عشان كبير عشان تدعم الشغل. الشراكات دي بتقدم أيوه. لكم شنو أستاذ نعم. نعم. يلا نحن في إعلاميون من أجل الأطفال بنضع خطط وبرامج، يعني مثلا نحن دايرين نتعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية. نعم. اللي هون موجودين في المايقومة. المايقومة. أي دايرين نقدم لهم شنو؟ دايرين نعكس قضاياهم
عبر الإعلام في الإذاعة في التلفزيون في الصحف، بنكتب خطة وبنرفعها للجهة اللي بيليها الموضوع. نعم. من المنظمات الأممية اللي احنا بنتعاون معاها اللي هو عندنا اليونيسيف، عندنا منظمات تانية زي سيف ذا كيلدرين، كل المنظمات أيوة. الدولية والمحلية، بلان سودان، دي كلهم بيقدموا الدعم للخطط والبرامج اللي احنا بنرفعها. بعد ما ولوا الخطط دي طوالي احنا بعد ذاك بنبدأ ننفذ. مثلا مستهدفين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مستهدفين الأطفال في وضعية الشارع، مستهدفين الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، مستهدفين الأطفال الآن اللي هو خارج أسوار المدارس، يا سلام، زي ما تكلمنا عنهم قبيل الموجودين فيه. نعم. يعني كل الأطفال دي نحن بنشتغل معاهم على أساس إنه نثبت إنه عندهم حقوق، ولابد من إنه الحقوق دي يتمتعوا بيها. واحدة من الحاجات اللي ذكرتيها ميثاق الشرف الإعلامي الخاص بالطفل. نعم. محتاج مننا لإضاءة. نعم. خلينا نشوف نحن ذاتنا الجانب ده تحديدا. نعم، ميثاق الشرف الإعلامي يمكن ده أول ميثاق يتم وضعه في السودان لصيانة حقوق الأطفال في حالة التناول الإعلامي. يعني نحن لما نتناول قضية بتاع طفل أو طفلين أو ثلاثة في الإعلام، في ضوابط ومعايير لابد من إنه نلتزم صحيح. بها. صحيح. حتى وإنه منسي حتى وإنه ما ننتهك خصوصيته، لابد من الالتزام بالحقوق دي. أهمها إنه يكون عنده الحق، مثلاً طفل يتعرض لاغتصاب، يتعرض ل صورته ما تنتشر مثلاً، ما دايرين الصورة بتاعته. جميل. يعني أنت ممكن تصور صورة المجرم. صحيح. أو الزول اللي ارتكب الجرم، لكن الحاجة اللي كانت دايرة في الإعلام إنه بيجيب الطفل ذاته، حتتعكس عليه سلباً الحاجة دي، تبقى لكم مشكلة في طبيب نفسي ومعالج، والولد يبقى رجل والبيت تبقى امرأة. المسألة دي بتصاحبها وصمة، نحن بنقول عليها استجمة، فدي نحن ضدها تماماً. إضافة لأنه الميثاق ده بيشمل 26 مادة، المواد دي كلها نحن ماخدين جزء منها من القوانين والبروتوكولات الموقع عليها السودان وقانون الطفل السوداني، عشان نثبت الحقوق تحت الأطفال. نعم. دي، وعشان نثبت إنه أي شخص يتناول قضايا الأطفال لابد من إنه يلتزم بالمعايير. ده بيتضمن منكم يا أستاذ إنعام في إنكم تقيموا ورش وتكون عندها دعوات من خلال ناشطي السوشيال ميديا. أكيد. الإعلام عموما. أكيد. قاعدين تعملوا الحاجات، نحن دربنا الإعلاميين ذاتهم على الميثاق ده، وقعوا عليه وتوقيع والتزموا به، وأخلاقيا على أساس إنه أي شخص يتناول قضية بتاع الطفل لابد من إنه حقوقه دي تكون مصانة. أيوة. لابد من إنه الخصوصية بتاعته دي تكون موجودة. إضافة لإنه من المواد اللي بنص عليها الميثاق ذاته، إتاحت فرصة لبرامج الأطفال في الأجهزة الإعلامية. يا سلام. يعني أصلا لو لاحظت إحنا في القنوات الفضائية عندنا برامج بتاعة أطفال. صحيح. أو الموجود منها قليل. قليل جدا. قليل جدا. ما بيكفي الحاجة. وحتى ما بيعمل ما بيشبيع الحاجات اللي في الطفل. وما في خصوصية قد يكون. كده. عشان كده يمكن هو بيهرب طوالي القنوات البرة. وثقافته تختلف عننا، حاجات يتعلم حاجات نحن ما عايزينها. نعم. اي فنحن من الحاجات اللي بننص عليها في الميثاق ده، او بننص عليها الميثاق، انه لابد من اتاحه فرص اكبر للاطفال حتى انه يعبروا عن ارائهم. برضو في حق المشاركه، وحق المشاركه ده نحن كجمعيه جسدنا في ما يعرف بمجله امنه. مجله امنه دي مجله بتهتم بالاطفال وبيحملوها الاطفال نفسهم. يا سلام، خلينا نشوف المجله دي، كلمينا عنها، بيعملوها. أيوة. كيف ومتين؟ يلا، المجله من الاطفال اللي بيعملوا المجله ذاتها. أيوة. المجله اصلا نحن استعنا باستاذ شرحبيل احمد، يا سلام، باعتباره عنده تجربه كبيره جدا في مجله الصبيان، وانا من هنا بحييه لانه بذل مجهود كبير جدا معانا. يعني استاذ برضو عدد من الناس يعني اشتغلوا معانا في المجلة دي. علي عبد الله، يا سلام، رحمه الله، ده كان من المؤسسين للمجلة. فأنا بفتكر إنه المجلة قدرت تدرب ما لا يقل عن 500 طفل. يا سلام. تدربوا على شنو؟ على فنون الإعلام المختلفة. يعني إحنا الآن عندنا طفل بيقعد بيحقق مع الوزير. يا سلام، ما شاء الله. طفل بيقعد بيحقق مع اي استاذ امين العام، او عيدين انه يكون معانا طفل في واحده من حلقاتنا دي، نستضيفه ويمثل لنا دور الاعلام، ويكون هو اساسا دور الاعلام، ويوريك وتدرب وعرف شنو عمل لغام عامله. يا سلام. يعني انا يمكن جايبه نموذج من المجله، لكن دي من الحاجات المحفزه للاطفال اللي بتديهم. يعني احنا عندنا 500 طفل بيعملوا الصفحات بتاعت المجله، ما شاء الله. احنا بنقعد نراقب ونتابع. استاذ شرحبيل بيقوم بالشغل الفني، الرسومات، الغلاف، الحاجات زي دي، لكن احنا بنوضي طفلين مثلا لوزير الرعايه الاجتماعيه عشان يسالوا ويقولوا حقوقنا وينها.
صحيح؟ نحن ما عندنا، في عندنا اطفال في الشارع، عندنا اطفال، ليه انتم ما عملتوا منين الحقوق دي موقعين عليها وانتم وزراء وشغالين في المجال ده؟ هل الاطفال دي عندهم ميزانيه اسمها ميزانيه الصديقه للاطفال؟ أيوة. دي بتطلع ميزانيه الصديقه للاطفال دي، ده ملف كبير جدا نحن شغالين فيه قريب 5 سنوات مع منظمه انقاذ الطفوله العالميه اللي هي سيف ذا تشيلدرن. نعم. حقيقي نحن مطالبين بانه في الميزانيه العامه للدوله يكون في لاين كامل خاص بالاطفال. يا سلام. هو داخل في شنو؟ داخل في انه ميزانيه بتاعت الخدمات. صحيح. الخدمات لاي شخص، لكن الاطفال عندهم خصوصيه. صحيح. عندهم احتياجات. صحيح. قد تكون حاله طوارئ ما بتنتظر، لابد من انه الميزانيه دي تكون مضمنه في الموازنه الميزانيه العامه للدوله عشان يكون متوفر. يعني مثلا جاء كوفيد 19 احنا الاطفال كانوا معرضين، لكن احنا حقيقي ما كانت عندنا الميزانيات ما كنت الكافية. جاهزين عشان ما تقدروا. ايوه نعم. يعني كل البلد هالت وجالت وحصلت مشاكل كثيره جدا في انه كيفنا. ونحن بالمناسبه انا بشير هنا لانه كان عندنا دور كبير في المساله بتاعت الكوفيد 19 دي. يعني نحن من الناس اللي عندنا اطباء استقطبناهم جو اشتغلوا في التطعيم بتاع الاطفال. يا سلام. جبنا ايوه نعم الادويه المجانيه المضاده، عملنا معسكر، ساهمنا في انه الاطفال الموجودين في الخلاوي لانه موجودين باعداد كبيره ممكن يتعرضوا لعدوى انه يرجعوا أهلهم. نعم. نعم. إعادة لم شمل اللي هو ده مع المجلس القومي رعاية الطفولة ومع عدد من المنظمات، منها المنسيف، منها سيف ذا تشيلدرن، من كل المنظمات دي اشتغلت مع بعض وكان إعلامي من أجل الأطفال من بينا لحد ما قدرنا نحتوي المسألة. يا سلام. يعني الليلة لو كانت في ميزانيات مرصودة للطوارئ، مرصودة للأطفال، لاين محدد موجود في الميزانية، احنا ما كنا بنحتاج. انتوا عندكم ميزانيه معينه بتكون في خزينه المنظمه عشان ما تكون كطارئ زي ما انت ذكرتي؟ احنا ميزانيتنا دي كلها بتجي من المنظمات، ما عندنا بروبوزر او خطه معينه بنرفعها للمنظمه، المنظمه بتوافق عليها وتمويلها. جميل. من بين البرامج المختلفه استاذ انعام، خلينا برضه نشوف في عجاله انه انتوا السنه دي 23 ده عام جديد، شنو نعم. من البناء اللي انتوا خدتينها اساسيه للاطفال؟ يلا نحن اول حاجه انا داير اشير بانه 6 فبراير او يوم 6 فبراير ده بيوافق الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه بتر وتشويه الاعضاء التناسليه للانثى. يا سلام. ودي نحن بنعاني منها شديد من الاعراف نعم. الاجتماعيه الموجوده عندنا في السودان. عشان كده نحن هتعمل شنو في اليوم ده؟ في اليوم ده حتكون في احتفالات في عدد من المنظمات، منتدى اعلامي كبير في المجلس القومي رعايه الطفوله. نحن برضه محتفلين كشغل في الاعلام، توعيه بالمساله دي والمضار الصحيه والنفسيه على الطفله والحاجات اللي ممكن تعملها للطفله في المستقبل، ده كله نحن بنشتغله عبر الاعلام المقروء والمسموع والمرئي. إضافة لأنه بنحتفل مع المنظمات الباقية زي مجلس الطفولة. بحيي من هنا منظمة بلان سودان لأنها دائما بتدعمنا في أنشطتنا الخاصة باليوم ده، وعندنا لقاء تلفزيوني يمكن يكون عندكم هنا في القناة إن شاء الله. نحن أشرعتنا فاتحة لكل استضافات من الحاجات اللي عندنا في الفترة الجاية ومهمة جدا وورشة كبيرة جدا عن نفس الموضوع دي، حتكون يوم 12 و13. ومن هنا أنا بدعيك أنك تمثلي القناة في الحاجة دي إن شاء الله. لأنه نحن مستهدفين فيها عدد كبير من الإعلاميين للتوعية بالمشكلة بتاعت الأعراف الاجتماعية. نحن جزء لا يتجزأ من الإعلام نعم. ونحن نعم. ذاتنا حنقيف معاكم نعم. من أجل إعلامي ومن أجل الأطفال وربنا يخلي الأطفال ويخليكم أنتم كمان سند دائما ليهم وسند لكل من لا سند له. شكرا جزيلا، شاكرة ومقدرة لوجودك معنا أستاذ إنعام محمد طيب المدير التنفيذي لمنظمة إعلامي ومن أجل الأطفال. شكرا لك، أديكم العافية وشكرا للاستضافة. شكرا.